رب ليش أنا في جوف الحوت؟ ليش أنا في جوف الحوت؟ الله بيقول جوف الحوت أمراض بيؤدي لقلوبنا ترجع للرب. ها؟ ما تستغربش ليه أنت هناك. الله بيسمح للحوت يبتلعنا حتى نرجع إليه، حتى نرجع إيش؟ إليه. قال دعوت الرب من ضيقي فاستجابني، فاستجابني وبارك اسمه. ومنشوف كمان هناك آية، الآية 7، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. لما وين؟ حينما أعيت في نفسي، إذن شعر بالإعياء، شعر بالتعب، شعر بالمرض، شعر بالكسرة، شعر بالحاجة، شعر بالضعف. شوف لما بقعد يوصف بهذا الإصحاح، لما بيوصف الآية 3 بيقول أنك طرحتني في العمق في قلب البحار وأحاط بي نهر وجازت فوقي جميع تياراتك ولجوجك، فقلت قد تردت من أمام عينيك. شايف في هناك طيارات وفي هناك لجج وهناك أنهار وهناك وقوعك في حفرة، حفرة وكأنه ما في منها نجاة. ولكن لما أعيت في نفسي ذكرت الرب، في هناك علاقة بين الضغط اللي الله بفوتنا فيه وبين قلبنا وحالته مع الرب. شايف لما الله شوي بيضغط شو بيصير؟ بنصير نصلي، بنصير نصلي. وأمرات منستغرب ليه الله بيسمح بالظروف الصعبة، الله بيسمح بالحوت، الله بيسمح بالظروف الصعبة، لأنه هناك بقول الكتاب في سفر الجامعة والإصحاح 7، لأنه بكآبة أول شيء بقول الحزن خير من الضحك، وبكآبة الوجه يصلح مين؟ القلب. سفر الجامعة بقول لك بكآبة الوجه يصلح القلب. لما الإنسان بيحزن، لما الإنسان يقع في جوف الحوت، لما الإنسان يقع في هاي الورطة، بيبدأ القلب يتغير، بيكون قاسي، بيكون صعب يسمع، زي ما كان قلب يونان هذا شوي زي الحجر. شايف الحجر قاسي، ولكن الحوت ابتدى يسمح لله يشتغل على قلب يونان حتى يتحول من قلب متحجر، من قلب قاسي، إلى قلب يستطيع أن يستخدم الرب. فبتقول لي أنا بجوف الحوت، الله يريد أن يستخدم الحوت لكي يغير في شخصيتك، الله يريد أن يستخدم الحوت لكي يقودك إلى الارتفاع مش إلى العمق، الله يريد أن يستخدم هذه الظروف حتى أنت بقلبك تتغير. إذن الله أعد حوت، والله ممكن يعد كمان أشياء. نحن بنعرف أنه لما صلى يونان في الآية 10 صحة 2 بقول وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. شايف ابتدى يصلي وهو جوا وآمن أنه هو برا. الآية 10 بقول وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. ثم في الآية في الصحة الثالث صار قول الرب إلى يونان تانية. شايف أول مرة ما سمع الله بحكي مرتين وثلاثة أمرات حتى نسمع. قال له قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. وأما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. كانت مدينة عظيمة لوين؟ لله. كيف لله؟ ما أني كلهم خطاة، ما كلهم وثنيين، ما كلهم بيعبدوا شياطين، ما كلهم بيزنوا. بس بديك تعرف يا أخ، مش مهم العالم حوالينا قديش خاطي، هذا العالم لله. عشان هيك منقول ليأتي ملكوتك. هذا الله خلق الناس، الله خلق بني بشر، حتى لو هني خطاة، حتى لو هني عصيان، حتى لو هني بعاد عنه، بس الله خلقهم لمجده. وإحنا علينا وظيفة ومهمة نروح ونرجع دول النفوس لمين؟ لا الله، لا الله، هاي وظيفتنا. بكمل الكتاب بخبرنا
يونان لما دخل المدينة مسيرة يوم واحد بس ونادى وقال بعد 40 يوم تنقلب نينوى. شايفين شو قال؟ بعد 40 يوم تنقلب نينوى. يعني البلد كبرى 3 أيام مشي بعده بوصل بس أول يوم وقال ربنا رح يقلب نينوى. ومنشوف إنه كل الشعب ابتدى يتوب وأمر الملك ونادوا بصوم في أي 5 ولبسوا مسوح من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه وغطى بمسح تغطى بمسح وجاء على الرماد وجلس على الرماد. وهيك أمر كمان في الآية 7 أخيرة قال لا 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 تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء. تابوا. الآية 10 بقول لما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريق المردية ندم الله عن الشر الذي تكلم به أي أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. ندم يعني تراجع بهم فلم يصنعوا. شايفين هذا ما كانش بده إياه يونان. عرف إنه الله حنون، عرف إنه الله رحوم، عرف إنه الله يسامح الناس. لما هدول الناس كانوا خطاء أبشع أنواع الخطية، ولكن باللحظة اللي سمعوا رسالة وكانت الرسالة بسيطة قال لهم توبوا لأنه بكرة الله بعد 40 يوم الله رح يعمل إيه؟ يقلب البلد. فتابوا من الملك الكبير للطفل الصغير، من الشيخ الكبير للطفل الصغير، تابوا وربنا سمحهم. ولكن نحن موضوعنا أكثر يونان. ليه هالإنسان اللي يدعوه الله؟ طب يا ربنا ما فيش بكل هالبلد واحد يعني أحسن شوي من يونان؟ شو أنت مش عارف إنه هو من البداية مش راح يسمع لك؟ أمرات الله بيوكلنا بمهام مش عشان إحنا مناح. الله بعطينا نعمة الأمور حتى يثبت لنا من نحن. يعني بتتذكروا بطرس؟ تتذكروا بطرس؟ يسوع قال له أتحبني يا بطرس؟ قال له أحبك. قال له لو هؤلاء نكروك أنا لا أنكرك. هذا كان بطرس يفكرك لو كل هؤلاء نكروك أنا لا أنكرك. وقال له يسوع قبل أن يصيح أديك 3 مرات تنكرني. ليه؟ يسوع بيعرف مين بطرس، بس الحقيقة بطرس ما كانش يعرف مين بطرس. بطرس ما كانش يعرف حاله، كان يفكر حاله أبضاي، كان يفكر إنه لو كل الناس بتنكره هو بيضل صامد، لأنه ما كان يعرف الضعف اللي ساكن جواته. لحديت مصاح الديك وابتدى الضعف فجأة قدام بطرس كل ضعفاته كل سقطاته كل خطاياه، لدرجة إنه راع عند الرب وبكى بكاء إيه مرا. شو اللي خلى بطرس يعرف؟ الديك. الديك كشف قلب بطرس. الديك الحوت خلى يونان يرجع للرب. في كمان شيء بعد ما غم انه قطع غصب عنه، كل واحد بزيدكم بحوت بدك تطيع، يا انت تبقى الحوت يا بدك تطيع. يعني خلينا نقول هون يونان طاع بسبب مين؟ التأديب، بسبب الحوت، بسبب العصاي. امرات من ردش بالطريقه الحلوه الله بيستخدم طريقه شوي قاسي حتى نطيع. قول امين. يعني تجيش الكتاب مش الكتاب في مثل بقول العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فإذا ما بنفهم بالإشارة بتلاقي الله جاب العصا إلا أي 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 بس نقول أي نبدأ نطيع الرب. بس شو مع قلبه؟ شو مع قلبه؟ قلبه الحقيقة أنا بفكر ما كان زي الكامل أمام الرب. هات نشوف شو كيف قلبه ليونان ما كانش كامل. شوفوا بالإصحاح 4 الآية الأولى فغم ذلك يونان غما شديدا واغتاض. غم ذلك يونان غما شديدا. شيء واحد فيكم بيشوف بلد بلد الأد عظيمة زي نينوى اللي كان فيها تقريبا بقول الكتاب 12 ربوة، يعني كل ربوة هي قدي 1000، في عنا 12 ربوة يعني 12,000 نسمي كانوا في هاي البلد بيتوبوا، ولكن يونان ما بينبسط. شو القلب القاسي هذا؟ عارف ليه؟ لأجل هي الموضوع
يونان قلبه ما كانش كقلب الله، لأن يونان خلى عنصريته، خلى شعبه، خلى دينه، خلى أنا شو يهودي، أنا أروح عند الأمم النجسين، هدول كان ينظر لهدول الأمم.